بدينا وكان المشروع أوله كتير حلو، يعني عشان إنه السيارات كانت بس بشبه الدقة اللي هلأ بنعملها في بعد ما جبنا اللد هاي. فمشينا والحمد لله رب العالمين، كان في إقبال عليها وعملت أكثر من معرض، كان الإقبال كتير عليهم للسيارات، حبوهم كتير. وهلقيت أنا عم بتصلوا فيه وبيوصوني على هيك أشياء إني أعمل لهم إياها عن طريق النت، يعني إني بعمل. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.